أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني عن طرح خدمة تأهيل المقاولين إلكترونيا، سواء كان تأهيلا جديدا أو إعادة تأهيل أو تجديد أو ترفيع درجة التأهيل. وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف بأن هذه الخدمة قد تم تطبيقها بهدف رفع مستوى أداء المقاولين ليكونوا على أعلى مستوى لإلقاء شركات للمقاولات باختلاف مستوياتها وإمكانياتها وقياس أدائها بشكل دوري لتحقيق الاستفادة لكل الأطراف ذات العلاقة. توجه الحكومة الرشيدة إلى تشجيع تقديم الخدمات إلكترونيا، من وزارة أو شؤون الأشغال لديها اليوم 12 خدمة يستطيع المواطن أن يحصل عليها إلكترونيا، وآخر هذه الخدمات هو خدمة تأهيل المقاولين والاستشاريين بدون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الوزارة عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني. يستطيع أي مقاول أو أي استشاري أن يحصل على هذه الاشتراطات ويتقدم بالمعلومات المطلوبة والمسندات المطلوبة ويحصل على التصنيف بالنسبة إلى مؤسسته في مجال الإنشاء أو في مجال الاستشارات الهندسية. هذا وأكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على استمرارية العمل بالمبادرة مبادرة المباني الخضراء التي أطلقتها منذ عام 2010 في المباني السكنية، حيث حقق هدفها الأساسي وهو توفير الاستهلاك للطاقة والمياه. وتسعى الحكومة الرشيدة إلى تحقيق الخفض في الكهرباء والماء، وهذا ما أكد عليه سعادة الوزير في تصريح خاص لمركز الأخبار. وزارة الأشغال منذ عدة سنوات في مبادرة جديدة هي مبادرة المباني الخضراء. المقصود من هذه المبادرة هو ترشيد الطاقة واستخدام المواد الصديقة إلى البيئة. بحكم مسؤولية وزارة الأشغال وواجباتها في بناء المباني الحكومية وأيضا صيانة المباني الحكومية، نحن نقوم أو نركز على استخدام المواد المحافظة للبيئة والصديقة إلى البيئة، وأيضا استخدام التكنولوجيا لترشيد الطاقة. هناك عدد من هذه المبادرات وهناك عدد من التطبيقات التي قمنا فيها في المباني الحكومية، منها المدارس ومنها المستوصفات ومنها أيضا المراكز الاجتماعية. الحمد لله عدد من المشاريع التي قمنا فيها باستخدام مبادرة المباني الخضراء استطعنا بالفعل ومن خلال الدراسات قبل وبعد التطبيق من ترشيد الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء ما بين 20 إلى 30%.